مرحبا بكم. أكثر 15 هدفا مبدعا في التاريخ. خمسة عشر. أحيانا يكون التجديد أمرا رائعا، فبدلا من أن يقوم اللاعب بتمريرها لزميله كالمعتاد، فاجأ الجميع بركلها محققا هدفا رائعا. أربعة عشر. من منتصف الملعب جاءته الكرة، أخذها واتجه للمرمى منزلقا على الأرض ومسددا هدفا يهز الشباك وتاركا الجميع في صدمة. ثلاثة عشر. حركة بهلوانية سجل بها هدفا رائعا، وهل يوجد ما هو أجمل من ذلك؟ اثنى عشر. تشعر كما لو كان اللاعبين متفقين معا، حيث يوجد تناغما وتناسقا بينهم. احد عشر. الساحرة المستديرة سحرتنا بدورانها حول الحائط لتهز الشباك. عاشرا. سجل الهدف برأسك، بيديك، بقدميك، او حتى بمؤخرتك. تاسعا. ايها الحارس، لا تثق في احد، فقد يأتي لاعبا من خلفك يخطف الكرة ويسدد الهدف. ثامنا. كرة مشاكسة تأبى الدخول إلى المرمى، لكنها أطاعته أخيرا. سابعا. اليابانيون مبدعون كالعادة، فها هم يقدمون طريقة مبتكرة في تسديد الهدف. سادسا. تشعر وكأن الكرة كانت تعانده وترفض الاستقرار داخل الشباك، لكنها سمحت لزميله بتسديد الهدف. خامسا. من أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يدخل اللاعب الكرة في مرمى فريقه، فما بالك إذا كان من أدخلها هو حارس المرمى ذاته. رابعا. مرر اللاعب الكرة لزميله والذي حررها بصعوبة من دفاع الفريق الآخر ليسجل هدفا مستحقا. ثالثا. تمريرة رائعة وصعبة للكرة استحق بها في النهاية أن يكافأ بتسجيل الهدف. ثانيا. من كان يتخيل أن ينجح اللاعب في تسديد الهدف بعد سقوطه على الأرض؟ أولا، يبدو أن الابتكار هو بطل اليوم. هدف رائع بفكرة ذكية تغلب بها اللاعب على مدافعين الفريق الآخر.